أنعم عليه، فقول والله يزيده من فضله، هو أخذ حقك، ربي أعطاه، ربي جعل الخط يجي على بلاده ولا على زرعه، ربي جعل أولاده توظفوا، ربي جعله برزق من الله عز وجل، قل الله يزيده. لكن إيش بيجيه هو؟ والله أني أعرفه إنه ما كان عنده عشاليه، إنه كان يقوم الكلب يربد مكانه وقد معاه الحينة. طيب أخذ من حقك شيء ولا حسد؟ تعترض على قسمة الله؟